في الجهة المقابلة تقوم هذه المرأة بسكب الماء على جسد هذه الطفلة. في هذا الجو الرطب. هؤلاء الأطفال مجبرون على النهوض باكرا وفي هذا البرد القارس من أجل أخذهم نحو الطرقات والتسول بهم. مش تروح دير؟ يا بركاني صدقة. صدقة؟ أوكي، رايحة تطلبي صدقة؟ ربي ينوب عليك إن شاء الله.